السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. شفنا في آخر لقاء كيف إحنا خلينا الكلاشن تبعنا لما نعص على حرف الأف يصير يطلع إرصاص عندي. الآن اللي أنا بدي أعمله إن شاء الله بدي أضيف صوت، لما أعص على حرف الأف بدي يصير في عندي صوت للإرصاص وهو قاعد بيطلع. علشان أعمل هيك أنا عايز ملف صوت رصاصة، فأنا في عندي ملف سميته شوت، هتفتحه راح يطلع عندي صوت زي هيك. هذا الملف تبعي انا راح امسكه ام بي 3 طبعا واحطه ايش عندي في الشغل. هاي الان المشروع لو علمت عليه راح يطلع لي المشهد هذا، اعمل بلاي. هاي الموجود عندي الان. انا وقت ايش عايز الصوت تبعي يطلع؟ لما تطلع الرصاصة. طب هو انا في عندي رصاصة في المشهد تبعي هذا؟ الجواب لا، الرصاصة بتم توليدها تلقائيا، بتم توليدها بعملها جنريشن الكود وبطلع الرصاصة تبعتي. طيب الرصاصة ايش نوعها؟ الرصاصة تبعتي هذه بريفاب، انا جايبها من الرصاصة هذه وعاملها بريفاب، يعني الرصاصة تبعتي فيها مش كولايدر، بوكس كولايدر ومش رندر. اذا البريفاب هذا راح احطه عندي على المشهد تبعي. هاي الرصاصة تبعتي حرف الاف، هاي الرصاصة تبعتي، هاي البوليت. لما انا اجيب الرصاصة اللي عندي بقدر اضيف عليها الصوت تبعي، بمسك الصوت اللي هان وبسحبه زي هيك. طب اقعد امسكه كويس واسحبه، ايوه اوكي، هاي الاوديو طلع عندي، هاي الصوت تبعي محطوط في الصوت. في عندي كتير خصائص بنشوفها بعدين، بس اللي بيعنيني في الخصائص هذه بلاي اون اويك، اول ما يتم جنريشن، اول ما تنولد، اول ما تنعمل الطلقه تبعتي راح يعمل ايش؟ بلاي للصوت هذا، وراح يعمله ايش؟ لوب. لا بديش يا لوب مره واحده، عشان هيك الرصاصه موجوده. لما اشغل الفيديو تبعي او شغل اللعبه تبعتي راح اسمع الصوت. ليه؟ لانه تلقائيا تم انشائها في البرنامج فطلع الصوت تبعي هذا. لو قمت الصح اللي هنا مش راح اسمع الصوت. ليه؟ لانه انا هان قلت له دي هتشتغل لما او يطلع الصوت لما يتم جنريشن للرصاصه دي، لما اليونت يعمل الرصاصه هذه. اوكي، اذا انا عدلت على الملف تبعي البريفاب. الان بدي اسقط البريفاب هذا على الملف الاوريدي موجود عندي هان. الان هذه الرصاصه مش عايزها، اعملها ديليت. هذا البريفاب اللي عندي صار في عليه حاجه اسمها الاوديو اللي توا كنت اشرح عنها، واللي محطوط عليها صح والكلام تبعي هذا بلي ان اوي. اوكي، الان انا الرصاصه تبعتي في عندها صوت، لما يتم جنريشن الرصاصة تلقائيا راح يطلع صوت. هات نشوف ايش راح يصير عندي. هاي عص حرف الاف، لانه كل رصاصة بيطلع لها صوت. لو طلعت مجموعة من الرصاص بيطلع، لو سرعت عدد الرصاص اللي بيطلع في الثانية راح مباشرة يسرع الصوت تبعي، يصير الصوت تبعي يعني متراص ورا بعضه. هيك انا عملت الرصاصة، أمرها كان هين عندي، ما فيش عندي كان إشكالية كتير في التحكم في الصوت، هي تلقائيا بتشتغل وبتنتهي لحالها. إيه هذا الموضوع الأولاني. الموضوع الثاني إن أنا بدي أضيف نار للكلاشن تبعي وهو طالع، فأنا عملت 3 صور على الفوتوشوب وهات أجيبهم عندي. في عندي 3 صور، ال3 صور هذول راح أحاول إنه يبين في عندي هان في الكلاشن في نار طالعة أو ما شابه. الصور هذولا ما بنفعش في حالتهم هذه استخدمهم بحيث ان يطلع عندي مشهد هذا الصور عشان استخدمها كخامة، لكن مش عشان استخدمها كصورة تطلع. عشان تحولها لصورة لازم اعلم على الصور تبعوني هذول، اي 1 2 3، واقول له انت مش ديفولت، انت بدي اياك سبرايت. سبرايت انه صورة ممكن تعمل معها كصورة. لو عملت سبرايت لازم اعمل ابلاي، لان صار في عندي صورة مش خامة. الصورة تبعتي هذه لو انا جيت حطيتها هان في اي مكان فاضي، هي طلعت عندي مجسم هاي. خلينا انا اختار الصورة الثانية الشفاف، بتهيألي هذا افضل، بس ادورها على منطقة فاضية عشان ما تجيش على الجسم تبعي. هاي الرصاصة تبعتي، الرصاصة دي بتبقى تابعة لوين؟ للجن، مش للجن بالضبط، للفرونت بوزيشن اوف جن، يعني للمنطقة هذه. ها بدي اياها تبقى محطوطة، ماشي. امسك الفاير وخليها ابنها، اسف حط عليها عشان يصير ابنها، صار ابنها. صفر القيم اللي هان بصير جاي عليها بالضبط.
وانا عمليا بدي اياها ابنها كويسه. اعملها دوران، اعمل زر كنترول عشان تعمل سناب، ونلف المشهد تبعي 90 درجة تقريبا زي هيك. وهي الرصاصة تبعتي، هي النار تبعتي بدها تطلع من الزاوية هذه. اطلعها شوية صغيرة، نقدمها لقدام شوية. ممكن اعمل كنترول دي كمان واحدة تانية واعملها دوران، بضغط زر كنترول وبعمل دوران تقريبا 90 درجة. التنتين هدول مع بعضهم ممكن عشان يبينوا احسن اقوم انا اعملهم دوران على محور الاكس زي هيك، بحيث ان في عندي شوية نار طالعين. اتأكد مزيح شوية زي هيك، ممكن اطلعهم لفوق شوية صغيرة عشان احس انه في عندي نار طالعة من الكلاشين تبعي. راح اضيف صورة ثالثة نفس الكلام، راح احطها هان كنترول زد، امسك الصورة وخلي لي اتابع على الفرونت. هاي الصورة تبعتي راح احطها صفر 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 عشان تيجي في المكان تبعي، اجت بالضبط وين انا بدي. اشوف في صورة ثالثة عندي، خليني اشوف تالي كان في صورة ثواني اشوفها. اوكي انا جبت، كنت ناسي اجيب الصورة هذه، هي جبت كمان الصورة هذه ونفس الكلام احولها سبرايت، اعلم عليها، اروح على الخصائص تبعتها قول له بدي اياها سبرايت، وتنساش طبعا تعمل ابلاي، وحط الصورة دي كمان تبعتي في نفس المكان. انا بحاول اعمل المشهد اللي يعطيني احساس انه في عندي نار. نفس الكلام اعلم عليها صفر صفر وصفر. اشوف هذه اصغرها شوية صغيرة حاجة زي هيك. الاربع هدول 1 2 3 4 انا ممكن اروح على الخصائص تبعتهم واطفيهم او اشغلهم. فمن التشغيل زي هيك ممكن يعطيني احساس انه في عندي نار طالعة. طيب هدول بدل ما امسك كل واحدة بالدور واعملها واعلم على خاصية السبراي تبعتها واشغلها او اطفيها، امسكها واقعد اشغلها واطفيها، انا راح احطهم كلهم في مجموعة واحدة. راح اعمل جيم اوبجكت كريت امتي واسميها مثلا فاير لايت، واحطها معهم وهي تبقى الابو تبعتهم كلهم، اعلم عليهم كلهم وهم جوا. الان صار في عندي جيم اوبجكت اللي هو اسمه فاير لايت، وهذا انا راح اعمل له انيبل وديسيبل بحيث انا اتحكم في النار اللي جوا. طبعا هدول لازم يبقوا انيبل شغالين او لا، فانا عايزه لما يطلق النار كل شغلي كانوا هي هذه شغاله واللعبه كانت شغاله، وهذه مشكله راح اضطر ايش اعيد شغلي. يعني انا توا كنت اشتغل واللعبه شغاله، وهذه من الاشياء الخطا، لانه يعني كل اللي بتعمله واللعبه شغاله اذا طفيتها راح ايش يصير عندك؟ راح تفقد الشغل تبعك، راح يعاود يبلش من اول جديد. اذا راح اوقف الفيديو اراجع الشغل زي ما كان واعود اكمل معكم. اوكي انا هيك رجعت الشغل زي ما كان، اول رجعته. هي اللي في عندي الجان تبع الفاير تبعي، وهنا جوا الاواحد 2 3 4 اربع الف، وهدول انا ممكن اعملهم انيبل او ديسيبل من خلال السبرايت ريندر. الان انا مش راح اعمل الكلام هذا، انا راح خليت لهم ابو اسمه جان فاير لايت، ومنه او هو راح اتحكم فيه. عشان اتحكم فيه في الكود راح اجي افتح السكريبت تبعي واجيبه عندي مبدئيا. راح انسخ واحدة من هدول public transform، وايش اسميه؟ نفس الشيء gun fire light، هاي حفز للشغل تبعي. لما اجي ارجع على اليونيتي اعلم على البلاير، راح الاقي في واحدة فاضية بتستناني هي اسمها gun fire light، امسك الجان فاير لايت تبعتي هذه واحطها جوا. الان انا هيك انا مسكت الجسم تبعي، انا هيك مسكت الجسم هذا تبعي وحطيته عندي في الكود. الان بدي افعله، اقول له مثلا نروح على الابديت هنا واجي اكتب الكود اللي له علاقه باطلاق النار. طبعا هذا له علاقه باطلاق النار، طلع الرصاص
لكن انا راح اكتب اظهار النار تبع الرصاص اللي هي طالعه من الكلاشين، هقول له اذا كان ايش الجسم تبعي هذا اللي هو gun fire light. اول شيء اذا كنت انا ضغط حرف الاف يعني انا قاعد بدي اطلع نار، اذا انا كنت ضغط حرف الاف، طيب اذا كنت ضاغط حرف الاف اشوف اذا بده يطلع نار عندي ولا لا. اجي اقول له هان لو سمحت، اذا انا ضغط حرف الاف طلع لي نار، يعني بدي اقول له اذا كانت ال هو كيف بدنا نطلع النار، احنا بدي ان انا اضوي واطفي، يعني اذا كان النار ضاوية اطفيها واذا طافية اضويها، اذا ضاوية اطفيها واذا طافية اضويها، اعمل كلام زي هذا. فبقول له اذا كنت ضاغط حرف الاف، وايش كمان اذا كان الجن فاير لايت تبعي الاوبجكت هذا تبعي دوت جيم اوبجكت دوت في حاجه اسمها اكتيف، ايوه هي اكتيف دوت اكتيف، الاكتيف هنا يعني ممكن انا اقرا القيمه تبعتها وممكن اعدل عليها، جيت تو سيت ممكن اقرا القيمه ممكن اعدل، الان انا بدي اقراها، اذا كانت هذا الكلام ترو، اذا كانت الجن فاير لايت جيم اوبجكت دوت سيت اكتيف، يعني اذا كان النار تبعتي شغاله ضاويه اكتيف، ايش بدك تسوي لي اياها؟ اطفي لي اياها، خلي لي اياها ايش مالها هذه كله، اذا كانت ترو فلو سمحت خلي لي اياها بتساوي فولس، طب واذا كانت فولس else خلي لي اياها نفسها بدها تساوي ترو، يعني اذا كانت النار ضاوية اذا كان اكتف ضاوي خلي لي اياها طافي، طب اذا كانت طافي خلي لي اياها ضاوي، فهو راح يقعد يقلب مرة هيك ومرة هيك، طب يقلب كل قديش، كل نص ثانية كل 10 ثواني كل قديش، لازم او المفترض احدد وقت لانه عشان لكل قديش يقلب لي النار تبعته، طيب عشان احدد وقت محتاج اعرف متغير، هنا راح اروح فوق هنا بعرف متغيرات float و سميه fire gun fire light تايم، واقول له بده يساوي هذا الكلام صفر، ناخذ المتغير اللي انا عرفته تحت ونرجع على الكود تبعنا، بقول له لازم المتغير تبع هذا وكمان المتغير تبع هذا يبقى اقل من التايم دوت تايم اللي هو وقت البرنامج، حكينا في اللقاء اللي فات التايم دوت تايم هو ببلش يعد عندك اول ما تشغل البرنامج بالثواني، كل ثانيه بيضيفها من وين انت ما بلشت تشغل البرنامج تبعك او اللعبه تبعتك، راح اجي اقول له هنا برا الاف والالس هذا تايم جن فاير تايم بده يساوي تايم دوت تايم زائد قديش زائد مثلا 0.1 اف، وهي فصلة منقوطة، المفروض انه النار بتضوي وبتطفي اسرع من الرصاص اللي بيطلع، على الاقل اسرع الضعف، عشان هيك انا حاطط 0.1، هنا كنت حاطط 0.2. طيب الان نشوف نحفظ الشغل تبعنا واشوف ايش ممكن يصير فيه عندي، شغل اللعبة هو مبدئيا ضاوي عندنا بنطفيه، بس نشوف لو بنعمل حرف هاي نعم بس بدهم بطفي كويس مش بطال، لكن ايش ما لما ارفع اصبعي مرات بيبقى طافي، ارفع اصبعي مرات بيبقى ضاوي، اذا لازم اتاكد ان انا لما رفعت اصبعي كان الزر طافي عندي او كانت النار طافيه او كان ان اكتيف، كان المتغير تبعي الجان فاير لايت هذا ديسيبل ان اكتيف يعني. طيب كيف اعمل؟ اقول له هنا اذا كنت انا ضاغط حرف الاف اف انبوت دوت جيت كي اب، يعني اذا انا رفعت ايدي عن زر الاف كي كود
getKeyCode.f. يعني getKeyUp إذا أنا رفعت إيدي عن زر الأف إيش يسوي؟ خلينا نعمل بلوك، مع إنه يعني ممكن ما نعملش، بس خلينا نعمل بلوك. أقول له خلي لي إياه inactive، اطفي لي إياه. اللحظة اللي برفع إصبعي فيها عن زر الأف لمرة واحدة اطفي لي الكلاشن تبعي. احفظ الشغل وهات نشوف. حرف الاف ايوه، كل ما ارفع اصبعي اكيد هو لازم تبقى النار عندي طافي. ممكن اجي ارتب الكود عندي شويه، هيك الشغل خلصته انا عمليا، لكن ممكن ارتب الكود عندي شويه. بدل ما هنا في عندي اف وهذه طلقه الرصاصه اف تانية، ممكن ادخلهم جوا بعضهم. يعني ممكن اخذ الكلام كله اعمل له اكس، هيك كويس احنا حافظين الشغل طبعا هيك من لا باس به، لكن من باب الترتيب احسن هي كنترول اكس، وراح احط هذا الكلام كله جوا هذا الكلام. ليش عملت هذا؟ الان انا بدي اخف على الجهاز يقعد يفحص لي انا ضاغط اف ولا مش ضاغط حرف الاف. هنا راح يفحص لي اذا ضاغط حرف الاف خلاص يخليها النار تلمع، بعدين يشوف بدها تطلع الرصاصة ولا لا، يشوف التايم تبع الرصاصة اجى موعده ولا ما جاش موعده. اذا هنا بفحص، اذا انا مش ضاغط حرف الاف ما فيش حاجة ان افحص كمان مرة هل انا ضاغط حرف الاف ولا لا. فعشان هيك انا دخلت هذا الكود جوا هذا الكود. هات نشوف في مشكلة صارت عندنا ولا الامور مستقرة. ايوه مفيش عندي اي مشكلة. عشان اتغلب في اول ما بلشنا النار ضاويه اعلم على كل هدول اقول له اوف، انها شغل حرف الاف طلع نار. لا اسفين، احنا لازم ايش لانها طافي صح كلامك، انا لازم اطفيها من البدايه اول ما يشتغل البرنامج لازم يطفي لي اياهم. كويس، نقطه كويسه ان انتبهنا لها. عشان اروح على المشكله هذا راح اخذ انه هو اخليه طافي الجسم تبعي هذا وين اول ما يشتغل البرنامج ستارت، اول ما يشتغل البرنامج والله لو سمحت اطفي لي النار الموجوده، خلي لي اياها اكتف بتساوي فولس. اذا اول ما يشتغل البرنامج راح يروح لستارت ينفذ هذا، ايش راح يلاقيها ان اكتف بتساوي فولس، بعدين بشوف انا ضغطت حرف الاف ولا ما ضغطتوش. نشوف ممتاز، وهي لما طفيت اللعبه شغلت اللعبه كمان مره تلقائيا الضوء طفى وصرت انا بقدر اطخ الشغل تبعي. الاخر شغله بدي اعملها في الكود تبعي ان انا الكود تبعي هذا كله بدي احطه بفانكشن لحاله، بدل ما يكتر علي الكود وتخش الامور على بعضها هذا كله هيك بدي اروح اعمل له فانكشن. لحديت الهان كنترول اكس واروح على داله، خلينا مباشر فوقيه هنا اعمل void check fire check gun fire، ونفتح بلوك برمجي واجي هنا تحت عشان الامور ما تخش على بعضها. هي ان انا موقف الشغل تبعي هيك، وهنا اضيف الكود تبعي. اذا صار في عندي بلوك، والبلوك هذا انا بحب دائما اعمل حاجه زي هيك. ننسخ هذه كمان مره كنترول كوبي واوضح عشان الامور ما تخشش علي، لانه الكود تبعي كمان شويه لما يكتر ممكن واحد يصير يعني يلتبس على الموضوع. اقول له تشيك جان فاير او تشيك ذا جان فاير، هاي حفظ الكود. اذا هذه الداله ونبدا نديها انا كنترول كوبي، قولوا لو سمحت ندي لي اياها من وين؟ من الابديت، زي ما عملنا لموضوع الكاميرا، افتح جوه سكر جوه سوي فصل منقوطه. اذا هنا اول ما يشتغل الكود راح يعمل تشيك هل انا في عملت عصا على حرف الاف ودي يطلع نار ولا لا،
بده يشوف الكاميرا هل انا عصيت على حرف السي، بده يعمل سويتشنج للكاميرا ولا لا، وكل واحدة عملت لها دالة لحالها. احفظ الكود تبعي، نتأكد آخر مرة إن الأمور كلها طيبة ومفيش عندنا أي مشاكل. كلها ممتازة، مفيش عندنا أي مشاكل، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.